السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. إنك لا تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تحلق فوق رأسك، لكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش فيه. من منا لم يشعر يوما بضيق الصدر؟ ومن منا لم يمر بظروف أو مواقف جعلته يشعر أن الدنيا تضيق عليه حتى يشعر أن صدره لا يتحمل هذا الضيق والابتلاء ويبحث هنا وهناك عن العلاج؟ حتى حبيب الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد شعر بضيق الصدر من أفعال الكفار. الله سبحانه وتعالى ما خلق من داء إلا وجعل له دواء إلا الموت، لكن أين هو العلاج؟ ابحث في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء، فالله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا إلا وذكر في كتابه. يقول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يتأذى من استهزاء المشركين وإعراضهم عن الحق، فواساه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة وأخبره عن العلاج. فضيق الصدر أمر طبيعي يقع في نفوس البشر، وكان الدواء من رب العالمين. أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المقروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. فرج عنا ما أهمنا، وتولى أمرنا بلطفك، وتداركنا برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثني أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر. اللهم ارحمني وأغثني والطف بي وتداركني بإغاثتك. اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد وباسمك العظيم. فرج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك. أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبقى لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته. وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلا سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من قرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.